السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من معالم الحرمين العظيمة ومن آياته البينة ماء زمزم. قال الله عز وجل عن هذا البيت الحرام: فيه آيات بينات. ومن الآيات البينات باتفاق هذه البئر العظيمة، بئر زمزم، تقع بمحاذاة الملتزم من مقابلة باب الكعبة في جدارها الشرقي. ويبعد بئر زمزم عن الكعبة قرابة 20 مترا، وهي نحو من 38 ذراعا. بئر زمزم وقصة نبعها الذي أرسل الله تعالى به الملك إنقاذا لهاجر وطفلها الرضيع إسماعيل عليه السلام، ما زالت آثارها وبركتها ممتدة إلى دنيا الناس اليوم وإلى يوم القيامة. لما أتت هاجر وقد جاء الملك فبحث بعقبه أو قال بجناحه، فنبعت زمزم وفارت، كما أخرج البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فجعلت أم إسماعيل تحوض الماء بيدها هكذا تخشى عليه من الذهاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت عينا معينا، يعني لكانت واديا يجري، إلا أنه بقي بئرا يتدفق يستقي منه الناس عبر القرون إلى اليوم، وإلى أن يأذن الله للدنيا بالزوال والفناء. زمزم في عباداتنا، في طوافنا وسعينا، ماء مبارك. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه عند الإمام مسلم في صحيحه قوله عليه الصلاة والسلام: إنها مباركة، إنها طعام طعم. زاد الطيالسي في روايته قال: وشفاء سقم، يعني شرب زمزم يغني عن الطعام لمن جاع، ويغني عن الدواء لمن بحث عن الاستشفاء. هي زمزم المباركة، السنة الشرب منه والإكثار والتضلع، والمراد به الشرب حتى يرتوي الإنسان فتبرز أضلاعه من كثرة الارتواء من هذا الماء المبارك. بل جعل علامة وأمارة بين المؤمن والمنافق أن المنافقين لا يتضلعون من زمزم، كما قال عليه الصلاة والسلام. من اللطائف أن ابن المبارك الإمام المحدث الفقيه من سادات السلف شرب زمزم وقال: اللهم إن ابن المؤمل حدثني عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، اللهم فإني أشربه لعطش يوم القيامة. النية الصادقة بشرب زمزم والدعاء الذي يلتمس به المسلم شفاء مرضه وتحقيق مطلبه ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا شرب زمزم قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. زمزم يا أهل الحرمين ويا أمة الإسلام، يشرب منه الحاج والمعتمر والزائر والطائف، ولا حرج على من حمل منه وتزود به في سفره يصحبه إلى بلده، ولا يمنع هذا من حصول بركته إذا غدر به البيت الحرام. وقد صح أن عائشة رضي الله عنها كانت تحمل معها في قوارير وتخبر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ما يزال ماء زمزم آية ممتدة عبر الزمان إلى أن يأذن الله تعالى لدنيانا هذه بالفناء. ولمعالم الحرمين بقية نأتي عليها في حلقات مقبلة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.